ولي، كيف تقرؤون خطاب الرئيس زين العابدين بن علي الذي توجه به إلى الشعب التونسي؟ أعتقد أنه خطاب تاريخي بالفعل، يؤكد مرة أخرى أن رئيس الدولة دائما هو أول المنصتين، معناتها لمشاغل شعبه، لطموحات أبنائه في كل ربوع تونس. وهو خطاب كذلك يساير ما كان أعلنه السيد الرئيس قبل أيام بخصوص هذه التحديات التي تواجهها تونس هذه الفترة، وهي تحديات لم تنكر في أي يوم من الأيام وجودها. وما كما تعلمون أن برنامج رئيس الدولة نفسه يؤكد عليها وينص عليها بشكل واضح ويوفر الحلول والآليات للتعاطي معها ولتجاوزها. أعتقد أن كما وصلت الرسالة قبل أيام، الرسالة رئيس الدولة يؤكد أن الرسالة وصلت بشكل واضح. وإضافة إلى ذلك، فهو يضع كثيرا من الأمور في إطارها وفي سياقها الحقيقي، لأن هنالك بعض الارتباك، بعض اللخبطة في سوق رأي عام، خاصة في الأيام الأخيرة. تونس تحترم حرية التعبير، تحترم حرية التجمهر، تحترم كل شكل من أشكال الاحتجاج الذي يتم بطريقة سلمية، يحترم الضوابط القانونية ويحافظ على الملك العام والملك الخاص، وهذا معمول به، هذا معلوم في كل القوانين وفي كل أنظمة الدول، هذه ثابتة قائمة في تونس. الجانب الثاني هو أن تبادر بعض الأطراف المتطرفة المشاغبة المفسدة لركوب هذه الموجة، وهي موجة طبيعية تعيشها كل البلدان. تونس لم تنكر وجود، معناتها، مشكل عاطلين عن العمل، وجود بطالة حاملي الشهادات، وجود أزمة في هذا الموضوع بالذات لم تنكر، ولم تنكر كذلك وجود تحديات في مستوى التنمية الجهوية موصولة أساسا بالولايات الداخلية والولايات الحدودية، لم تنكر ذلك تماما، وضعت البرامج. ناهيك سيدي الكريمة أن بلغة الأرقام، ومن المؤسف أن البعض يريد أن يتجاهلها، ما أنجز خلال العشريتين الماضيتين في هذه الجهات من بنى أساسية، من مناطق صناعية، من أقطاب تكنولوجية، ومن كذلك النهضة في مستوى العمران، في مستوى السكن، في مستوى المحددات الأولى للحياة البشرية الكريمة التي معروفة باسم عنوان كبير هو تنمية بشرية، يفوق 6 أو 7 مرات ما أنجز طوال 30 سنة، طوال 3 عقود كاملة، معناتها بعد الاستقلال. أعتقد أن الذين يريدون أن ينكروا هذا الجانب، والذين يريدون أن يركبوا هذا الصوت الذي هو، أنا متأكد أنه صوت صادق يعبر على معاناة جيل بالفعل يعاني بطالة. والسيد الرئيس قال في عديد المناسبات أن الشغل هو أولويتي، وأنه يتفهم هذه المعاناة وهذه الأحساس سواء لدى الفرد العاطل أو حتى لدى عائلته. أما أن تبادر هذه الأطراف المتطرفة المفسدة المشاغبة بركوب هذه الموجة، وأخطر من هذا أن تقوم بأعمال لم نعرفها، ليست من تقاليد شعبنا هنا في تونس، معناتها اليوم وقت يجي يلوموا مثلا على إطلاق الرصاص، شو اللي صار بالضبط؟ أنا نتصور حالة واحد تحت، معناتها الستر، ظلام الليل، في 8 ولا 9 نتاع الليل، يخرج ملثم في يده قنبلة مولوتوف، زجاجات حارقة، متجه أساسا لمراكز وأماكن سيادية تمثل السلطة، مقر معتمدية أو مركز أمن أو مركز حرس أو حتى مراكز عندها صبغة اقتصادية اللي هو مستفيد أول منها، مركز بريد، قباضة، مركز بنكي، يجي يمشي يعتدي عليها يخربها. أنا نسأل شو اللي في عقلها الشخص هذا لمصلحة من؟ وثم يجي يهجم معناتها على الأعوان اللي هم معناتها مؤتمنين على أمن واستقرار وسلامة المواطنين وعلى سلامة كذلك أمنكم، ويمشي يهجمهم في عقر دارهم، ورغم ذاك الأعوان في بادرة أولى ينبوا ويستعملوا كل الوسائل القانونية اللي هي واضحة وثابتة، ينبوا عليهم بطريقة أولى، ينبوا عليهم بطريقة ثانية، رغم ذلك هم يواصلوا في غيهم ويهاجموا هذه المراكز، وأكثر من هذا يرميوا القنابل المولوتوف. شو يتحب وضعية في مركز معناتها شرطة ومركز حرس، أن في منطقة نائية يهاجموا عليه ناس ملثمين تحت ستر ظلام الليل، شو يتحب رد الفعل؟ يستعمل كل الوسائل القانونية يتبعها. في نهاية الأمر هو يجد نفسه أمام خيارين، أما يموت ولا يحمي نفسه، وبالتالي إذا كان تم إطلاق الرصاص أنا متأكد ونقولها معناتها بكل من باب معناتها الأمانة والموضوعية أنه تم معناتها في إطار حماية على الأقل ناس تحمي أجسادها، وناس وصلوا إلى درجة من الغي ومن التطرف ومن التجاوز اللي لا يقبل. وفي أي نظام، في أي دولة، أنت في حتى في حوادث الطرقات أو حتى في تطبيق قوانين الطرقات في الولايات المتحدة الأمريكية، في فرنسا، إذا كان شخص يوقف البوليس ما يوقفش، ينبع عليه مرة أولى، مرة ثالثة، في المرة الرابعة يطلق عليه الرصاص ويستعمل رصاص، يطلق صحيح
ثم درجات في حتى عملية إطلاق الرصاص، وهو اللي تم في تونس، أطلق في الهواء ثم أطلق في مرة ثانية ثم تحذيرات، ولكن في الأخير الغالب إذا كان الهجوم كان بالشكل هذا لا بد من الحماية. أبو بكر الصغير الإعلامي التونسي، شكرا جزيلا لك.